السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، وحلقة جديدة وجميلة جدا 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 من سلسلة من حقي أتعلم. واليوم اختبار لبعض الأشياء اللي خذناها في الحصة السابقة، حصص أو في الحلقات السابقة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت رب جعلت الحزن سهلا. ونبدأ كلمتنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اكتب حرف المد الناقص، هكتب لك اهو. هنكتب الكلمات، لا وهنكتب الكلمة كمان عشان نعرف نكتب. اكتب ركز معايا، اكتب حرف المد الناقص. قبل ما نقول لك الحروف عشان الكلمات عشان ما ايه ما تنسانيش وتستعجل، احنا هنشرح الكلمه دي الجمله دي الاول. اكتب الساكن مع اللي قبله والمد مع الممدود. مفيش مد يا استاذ، ده في ساكن مع اللي قبله، يبقى الالف نطقت مع الكاف. الا وفي ساكن هنطقه مع التاء اهو. طب اعرفها ازاي؟ هو المعلم قال ايه؟ اكتب. اوعى تكتب التاء اللي في نص الكلمه تاء مربوط، اوعى. التاء المربوطه لا تاتي الا في نهايه الكلمه، ومفيش اي حرف ياتي بعدها، هي اخر حاجه. التاء المربوطه تاتي في نهايه الكلمه، ومفيش اي حرف ياتي بعدها خالص. في ما ينفعش تحط اي حرف وراها، ولا يتصل بيها ولا ما يتصلش بيها، خلاص هي اخر حاجه. ماشي؟ طيب يبقى التاء المربوطه لا تاتي في وسط الكلمه ابدا. طيب طب لما اقول لي اكتب، يبقى التاء هنا ايه؟ تاء مربوطه؟ لا، تاء مفتوح. طيب اك يبقى كاف يا استاذ. يا راجل كاف ليه؟ كاف ازاي؟ انا قلت كا ولا قلت اك؟ او 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 اهي، او او واضحه خالص اهي. اك يبقى الف وكاف. ايوه، طالما نطقت حرفين اتنين في صوت واحد، اللي هنقول عليه مقطع صوتي، كلمة مقطع صوتي يعني في صوت واحد. ألف حرف، ما بص المقطع الصوتي يا إما يقرأ حرف واحد، يا إما يقرأ حرفين في صوت واحد، يا إما حرف واحد في صوت، يا إما حرفين اتنين في صوت. حرف واحد في صوت لما أقول آ با تا ثا، طب حرفين زي دي بقى كده أوك، صوت واحد أهو. أمال صوتين إزاي يا أستاذ؟ او كو او او كا، او ادي صوت، كا ادي الصوت الثاني اهو، نطقت صوتين اثنين مع بعض ورا بعض اهو، او وكا. طب لما انطقهم الاثنين بقى مع بعض اقول ايه؟ اوك. لا يمكن يكونوا صوتين اثنين، ده مقطع واحد يا استاذ، عرفت؟ يبقى لما المعلم يقول ايه؟ اكتب يبقى الف وكاف نطقتهم مع بعض. يبقى الحرفين الاثنين اذا نطقوا مع بعض لازم تعرف ان الحرف الثاني ياتي ساكنا. لازم تعرف ان الحرف الثاني ياتي ساكنا. تمام، جميل جدا. يبقى اكتب، تمام، الحرف الثاني ايه؟ ياتي ايه؟ ساكنا. ركزي معايا يا استاذه فتيحه، استاذه فتيحه زوجتي بتتابعني ودايما دايما يعني بتشجعني كتير خالص 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 بصراحه، يعني لها الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى. ماشي، بتشجعني كتير جدا. زوجتي اصلا من المغرب، تحياتي لكل الشعب المغربي، وتحياتي لزوجتي واخواتها وابوها وامها، كلهم على راسي، وكل الشعب المغربي على راسي، وكل الشعوب العربيه عشان ما حدش يزعل. يبقى اكتب،
توب اوك نطق لي حرفين اتنين في صوت واحد يبقى الحرف التاني ساكن على طول توب توب يبقى برضو الحرف التاني ساكن تاء والباء اكتب حرف حرف اكتب حرف حر شوف نطق ايه حر نطق الحاء والراء في صوت واحد ما قاليش حرافة حرافة يبقى دي ثلاث اصوات حرافة انما ليه حر ف نطق حرفين اتنين في صوت واحد يبقى الحرف التاني برضو على سكون حر ف الالف ولام بعدها حرف مش عليه شدة ينطق ال يعني ايه الف ولام خد بالك دي ميم ديت ميم دي الف ودي لام والكسرة اللي تحت دي كده دي الميم دي ايه الميم دي عشان لما تظهر قدامك تعرفها يبقى دي الف ولام وميم ودال ال نطق للالف ايه الالف واللام طالما نطق الالف واللام مع بعض يبقى التاني برضو عليه سكون اهو ال المد الناقص النا 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 نطق للالف زائده يا استاذ والحرف اللي الف لا مش الالف زائده الالف مفتوح الحروف الزائده هي الواو والفاء والكاف والباء واللام دي الحروف الزائده اما الالف نطقهولي مفتوح بس نطق بعد الالف المفتوح نطق الحرف متكرر مرتين يبقى الكلمه يا استاذ يا اسم يا فعل برافو عليك طب هعرفها ازاي بقول لي الناقص 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 صفه بوصف حاجه ان هي ناقصه او مكتمله والصفه اسم يبقى الناقص اسم يبقى الاسم هنا لما اقول ان نطق الالف مفتوحه ونطق الحرف اللي بعد الالف مرتين يبقى الكلمه هنا يا اما ما فيهاش لام يا اما فيها لام شمسيه ازاي يا استاذ ما فيهاش لام لما اقول ايه واتخذ واتخذ الكلمه اسمها ايه اتخذ 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 التاء نطق لي الالف مفتوحه والحرف ما ايه والحرف التاء متكرر مرتين هشوف كلمه اتخذ دي اسم ولا فعل مش هعرف يا استاذ طب اتخذ دي اسم انسان لا اسم حيوان لا اسم نبات لا اسم جماد لا اسم طائر لا طب اسم دوله من الدول لا اسم شهر من الشهور لا اسم يوم من ايام الاسبوع لا ما فيش حاجه خالص من دي لا يا استاذ مفيش حاجه من دي طب صفه بوصف واحد بقول له ايه اتخذ يعني ايه اتخذ الصفه يعني ايه جميل جميل قبيح ابيض اسمر اطول اقصر عريض ثمين سخين ناقص مكتمل كل دي صفه كلمه اتخذ صفه ابدا يبقى فعل يبقى ايه فعل ماشي طيب يبقى الفعل اذا جاء الالف مفتوحه وبعد منها الحرف متكرر مرتين لو فعل مفيش حاجه بعد الالف طيب لو اسم بقى يبقى فيه لام بعد الالف زي كده اهو انا مش هو قال لي المره اللي فاتت ايه اتخذ اهي اتخذ اهو اتخذ اهي التاء نطق للالف ونطق للتاء مرتين طب ما هنا يا استاذ قال لي انا نطق للالف ونطق للنون مرتين صح هعرف ازاي هقول ان هقول الكلمه كلها انا قص ايوه ده اسم طالما اسم يبقى في هنا لام بقى اسمها اللام الشمسيه التي تكتب ولا تقرا اما هنا في الفعل مفيش لام شمسيه لان الكلمه اللي اولها الف ولام لازم تبقى اسم مفيش فعل يبدا بالف ولام ومفيش فعل ينتهي بتاء مربوطه ومفيش فعل ينون ماشي الفعل لا ينون الفعل لا ينتهي بتاء مربوطه الفعل لا يبدا بالف ولام ركز في الكلام ده كويس خلاص
بقول لي اكتب حرف المد الناقص، هديك كلمات اهوت وانت تكتب لي حرف المد الناقص، واتمنى انك تعمل واتساب، اللي ما عندوش واتس يعمل واتس عشان يقرا لي الكلمات دي، انا مش هقراها. ويا ريت وانت بتكتبها اشكلها، اشكلها يعني ايه؟ حط عليها الحركات. طبعا انا مش هقرا الكلمات دي خالص، عشان تكتب لي حرف المد الايه الناقص. بس انا ممكن احط لك تشكيلة على الحرف الأولاني. تمام؟ انقل الكلمات دي عشان همسح واجد غيرها. وقف الفيديو وانقل الكلمات. لا مش هنكتب الكلمة، هنقرأها عشان نكتبها صح. بقول ايه؟ رتب رتب تب، نطق لي حرف الراء والتاء نطقها مرتين، هل هي فيها الف ولا الف ولام يا استاذ؟ يا راجل الف والف ولام ايه؟ هي الكلمه بدات بالف، ده بدات براء، لازم تبدا الكلمه بالف ومفتوحه او مكسور، مفتوحه، لازم تبدا الكلمه بالف مفتوحه على فتحه، وينطق الحرف اللي بعد الالف المفتوح مرتين، انما ده الكلمه اللي بدات براء، يبقى فين الالف بقى اللي هتحطه وفين اللام؟ ها؟ بقول ايه؟ رتب رتب راتا راتابا، لا مش رتبة يا حبيبي، اسمها رتب. طب وهي تفرق فيها يا استاذ؟ تفرق كتير في النطق يا حبيب قلبي. ازاي يا استاذ؟ ركز كده، قال لي رت، وقف عند التاء وراح جاي
مكمل تاني التاء مع الحرف اللي بعديه. رت اهي رتب. وقف التاء وراح جاي فاتحها تاني. يبقى نطق التاء مره في حاله وقف يعني في حاله سكون ونطقها مفتوحه. رت اسف نطقها مكسوره. رتب اهي رت. نطق الحرف مرتين اتنين. بدا بحرف بنطقه ساكن. لازم يبدا بنطقه ساكن حبيبي اهو. اي حرف يقرا مرتين اذا بدا بسكون تعرف ان هو هيتكتب مره واحده بس وعليه شده بقى وفتحه شده وكسره شده وضمه. لو رتي يبقى شده وكسره. رتا يبقى شده وفتح. رتو يبقى شده وضم. بس لازم يبدا بحرف ساكن ماشي. يبقى رت ادي التاء هنا كده رت. لان الشده هي عباره عن حرف التاء الساكن اللي بيقرا مع الراء. رت تب تي ايه. يبقى التاء الثانيه مكسوره. رتب رتب ايه الحروف. ايه يا استاذ انت ايه ده ايه ده يا استاذ ده كله عشان تركز معايا. طيب هو المعلم هيجي يقول لك الحروف زي ما بتعمل لك. لا يا ابدا ما حدش هيقول لك كده. هيقول لك الحروف. طب وانا هعرف ازاي يا استاذ؟ ما انا بعلمك اهو. يبقى الكلمة دي تقرأها كتير عشان لما يجي المعلم يقول لك اكتب لي الحروف خلاص عرفت ان كلمة الحروف فيها مد. وهنشوف مد بإيه دلوقتي. ال يبقى ألف ولام. طالما نطقنا الألف واللام تبقى اللام قمرية على طول. يعني إيه اللام قمرية؟ يعني الحرف اللي بعد اللام مش هيقرأ مرتين. الحي الحي أدي الحاء. الحروف الحروف الحروف. رو الراء على ضمه يا استاذ. ايوه الراء على ضمه. رو يبقى فيها مد بايه؟ ما فيهاش مد يا استاذ. لا فيها مد. مد بايه؟ بالالف. الف ليه؟ الف المد الحرف اللي قبليه مفتوح. يبقى بالياء يا استاذ. برافو عليك. غلط. حرف المد الياء لازم الحرف اللي يكون قبليه مكسور كسره تبقى ري. يبقى مد بالواو. يا حبيب قلبي ايه العسل ده؟ ما هو هو فاضل حاجه تاني بقى؟ ما فاضلش حاجه تاني. انت قلت مد بالالف قلت لك خطا. مد بالياء قلت لك خطا. ما فاضلش الا مد بالواو. طب مد بالواو ليه بقى؟ عشان اقول لك انت واد شاطر. اي مد بالواو يا استاذ عشان الحرف اللي قبل الواو مضموم ومضموم مدناه مد طويل الحركه طويله. قلت رو اي كده كده انت فهمت اهو. الحروف اهي الحروف. خد بالك دايما المد ينطق مع الممدود والساكن مع اللي قبله. خد بالك بص قلت ايه؟ ال ونطقت الحاء لوحدها. لا يا استاذ انت نطقتها مع الراء. لا ما نطقتهاش والله مع الراء. قلت ال حي ووقفت وقلت رو ف نطقت يا استاذ الحاء لوحدها بالفعل. ال حي اهي ال نطقت الالف لما بعد ال حي روف روف. مد مع الممدود والساكن مع اللي قبله. رتب الحروف لتكون. مش هي برضه لتكون؟ لتكون لتكون. اللام زائده يا استاذ. ايوه برافو عليك. ايوه يبقى اللام الزائده بت ايه؟ ايه بت ايه؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتحذف الالف نطقا وكتابه. هي اصلا الكلمه ما فيهاش الف. ليه يا استاذ؟ هو انا قلت لل؟ لو قلت لل يبقى الكلمه فيها كان فيها الف قبل كده. انا قلت لي تو ده نطقت اللام مكسوره والحرف اللي بعدها مضموم ما هو الساكن. يبقى مفيش الف ولا في اي حاجه. في حرف زائد بس هيتكتب اهو. لي لي. وبقيه الكلمه ايه؟ تكون توكا كا وليست قا. ركز في الحروف المتشابهه. الدا والضا التاء والطا الساء والصا.
الزا وضاء ضاء. ركز في الحروف المنشفه. ها الكا والقا لتكا كا كا رقيقه اهي كا يبقى الكا لتو 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 كو شوف كو 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 الواو ايوه يا استاذ اهي كو بالله عليك الواو ندخل كم مره؟ مره واحده يا استاذ يا راجل. ايوه يا استاذ قلت ليتو كو كو اهو كوي كوي ايوه ليتو كوي اهي ايوه يا استاذ مرتين لتكون ون لتكون لتكون قلنا الحرف المشدد يقرأ مع اللي قبله لازم ولما يجي يقرأ مع اللي قبله لازم يقرأ ساكنا ساكنا يعني ايه مضموم يا استاذ يعني كده مد لا يا حبيبي يقرأ ساكنا لا مش هيبقى مد خالص ليه لان الحرف اللي قبله مفتوح لو مد بالواو الحرف اللي قبله مضموم لتو كا نقول ايه كو اهي كو وارجع انطق الحرف تاني مكسور بقى نطقته مره ساكن اهو لعلامه الشد وارجع انطقه مكسور مع النون ون لتكون ها يا ربي يا ربي على الحلقه اللي بتنتهي بسرعه لتكون كلمه مش مشكله كلمه كلمه اه كلمه اي اي حد اي معلم ايا كان اي حد بيملك املا اذا نطق في النهايه في نهايه الكلمه كلمه اخرها هاء اوعى تكتبها هاء استنى ليه يا استاذ ما تكتبهاش هاء امال تكتبها ايه ممكن تبقى تاء مربوطه ازاي يا استاذ لو بقول كلمه طب ما هي التاء المربوطه يا حبيبي تنطق هاء وتنطق تاء طب هعرف ازاي حط ضمه حط ضمه عليها اكتبها زي ما هو ما قالها بالهاء وحط ضم واقراها اهي كا كا ادي الكا كا لي ادي اللام مكسور كالي ما ما كلمه ادي الهاء طبعا الهاء دي هي اللي بتلدي اوعى تعملي الهاء دي اللي في نهايه الكلمه الهاء دي تاتي في وسط في بدايه الكلمه وفي وسط الكلمه وعلى فكره مش دي اصلا في وسط الكلمه اللي اصلها في وسط الكلمه هي بتبقى بالشكل ده اذا كانت متصله بما قبلها او بما بعدها ماشي ركز معايا قال لي ايه رتب الحروف لتكون كلمه اهي يا استاذ كتبت كلمه اهي لا استنى يا حبيب قلبي حط ضم عليها كده واقراها اذا نفعت وما بوظتش شكل الكلمه يبقى هي هاء طب ما نفعتش يبقى هي تاء مربوط طيب كلمه كلمه لا مش ها ها كده انت قاعد زي كده بقولك انت حطيت ضمه اهو يبقى ايه كلمه كلمه رتب الحروف لتكون كلمه لا يا استاذ ما تنفعش عرفت بقى شفت الضمه شفت الضمه بينتها لك اذا كانت هي اصلا ها ولا تاء مربوطه طب حط الضمه هنا بقى لتكون كلمه تو تو اه كده صح عرفت لتكون كلمه لها 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 ادي اللام ركز حبيب قلبي لا لها شفت هنا الهاء اهي اهي لها هنا الهاء تاتي في وسط الكلمه لان لها ايدين اتنين الهاء دي بتاتي في وسط الكلمه اذا سبقها حرف يتصل بها وبعدها حرف يتصل به كده لها طب هاء مد بايه برافو عليك مد بالالف استاذه فتيحه ها تحياتي الاهل السعوديه كلهم لها لتكون كلمه لها معنى طبعا مش هنتكلم في كلمه معنى دلوقتي خالص ونشرحها احنا هنكتبها بس
دي مش يا حبيب قلبي دي اسمها الف لينه او الف مقصوره. طبعا لسه ما شرحناهاش في الايه في الحلقات دي، هنشرحها ان شاء الله قريبا. ماشي، رتب الحروف لتكون كلمه لها معنى، لازم تكون الكلمه لها معنى. ماشي، هناخد الحروف اهي. ممكن تغير لي الكاف دي على فكره، مش شرط تبقى نفس الكاف دي، ممكن تبقى الكاف دي، ممكن تقلبها تخليها كده. وبرده الياء دي ممكن تبقى كده. ويا ريت تشكل لي الكلمات دي. طبعا انا مش هقرا الكلمات خالص عشان ناخد بالنا منها كويس. ركز بقى، الله يبارك لك، الله يبارك فيك جدع معايا كده. ولو الحلقه دي عجباكم اتمنى انك تقول لي اه الحلقه كده عجبانا، ممكن نعيد منها حلقه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. مش عجباكم خلاص يبقى هي حلقه واحده بس، ايه عشان نجمع الحاجات القديمه بس، جزء من الحاجات القديمه. نكتفي بهذا القدر. اي استفسار اي تواصل 010-211-69941 او من خارج البلاد 00-210-211-69941. والى لقاء اخر، نترككم في رعايه الامن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.